بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله صباحكم وطابت أوقاتكم بالخير والمسرات. نرحب بكم مع بداية هذا الموسم الجديد، مع أولى أيام هذا السباق المحلي الأول لعام 2024 من ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة في هذا اليوم السبت الموافق للحادي والعشرون من شهر سبتمبر لعام 2024، حيث يعلن رسميا بداية هذا الموسم الجديد، سائلين المولى جل في علاه أن يجعله موسم خير وتوفيق ونواميس لكل المشاركين والمشاهدين في دول الخليج وفي الوطن العربي وفي العالم أجمع. أهلا وسهلا بكم مشاهدين الأعزاء مع انطلاقة هذا الشوط الأول الرئيسي، حيث يتزين الميدان بهذه الشعارات، بهذه الذلل الأصايل. هذا هو الشوط المفتوح، الشوط الأول الرئيسي الخاص بالحقائق البكار. أرحب بالمشاهدين عبر قناة الريان الفضائية، عبر قناة الكاس، أهلا بالمستمعين عبر أثير الراديو، أهلا وسهلا بالجميع. ونبدأ على بركة الله بإعلان انطلاقة هذا الموسم رسميا. مقدمة الشوط ومن تحتل المركز الأول الدوحة لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني مضمر حمد بن طالب بن عمارة، بينما التسلل من هدادة لهجن الغرافة سالم بن عامر بن راشد المدهوشي، هجن الغرافة التابعة لسعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني، بينما المركز الثالث تصل لسعادة الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز بن فهد آل ثاني مضمر محمد بن عبد الله بن حفيظ. والمركز الرابع يا شباب، المركز الرابع وصلت فيه الورقة لهجن الزبار علي بن سالم الصعاق في عملية التضمير. وننتقل للمركز الخامس، ومن تصل في المركز الخامس احتياط لهجن الشحانية المشاغب في التضمير محمد بن خالد العطية. ونعود إلى مقدمة الشوط وإلى 600 متر الأخيرة، غرفاوي الشوط، غرفاوي هجن الغرافة تفتتح بداية الموسم، أول أشواط في هذا الموسم إلى سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني وأنجاله الكرام بقيادة المدهش سالم بن عامر المدهوشي، من يبدع ويمتع مع انطلاقة أول أشواطنا رسميا في هذا العام، رسميا في هذا العام إلى الغرافة. السلام، الله، يا سلام، غرفاوي 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 الشوط، سلام للغرافة، سلام سلام وتحية واحترام لسعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني داعم الأصايل، داعم هذا الشعار دائما بالإنتاج والمشترى. سلام للغرافة، سلام سلام لهدادة، سلام. الشوط الرئيسي رسميا، سجلوه، دونوه، أيضا اكتبوه مع هدادة. سلام لسعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني، سلام سلام لهجن الغرافة. المركز الثاني وصلت فيه ضجيج لسعادة الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني مضمر محمد بن عبد الله بن حفيظ. المركز الثالث، المركز الثالث وصلت احتياط لهجن الشحانية بقيادة محمد بن خالد العطية. المركز الرابع، المركز الرابع الدوحة لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني نضمن حمد بن طالب بن عمارة. المركز الخامس، المركز الخامس الوجبة لهجن أم الزبار بقيادة المضمر سالم بن سعيد بن ناصر بن دلهم الهاجري. إذن يبدأ هذا الموسم قويا للغاية، وهجن الغرافة تسيطر على أول أشواط الموسم. تهانينا نزفها على الهواء مباشرة إلى هجن الغرافة وأهل الغرافة. سلام للغرافة، سلام وهدادة. تنتزع الشوط الأول الرئيسي بتوقيت ممتاز من مسافة الكيلوين، قطعت المسافة في دقيقتين 53 ثانية 31 جزء من الثانية. التهاني والناموس لسعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني، وتهانينا أيضا للمضمر المدهش سالم بن عامر المدهوشي. المركز الثاني
اللي وصلت في المركز الثاني وقدمت عرض تشكر عليه، كانت مع ضجيج لسعادة الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز بن فهد آل ثاني. قطعت المسافة في دقيقتين 56 ثانية، 59 جزء من الثانية. التهاني والناموس لمحمد بن عبد الله بن ناصر بن حفيظ المري من قدم ضجيج في التضمير. المركز الثالث وصلت احتياط قاطعة المسافة الشوط في دقيقتين 58 ثانية، 9 أجزاء من الثانية. التهاني والناموس لهجن الشحانية، وتهانينا للمشاغب محمد بن خالد العطية. إذا تهانينا والناموس لكل الفائزين، ونرحب بكل المشاركين مع بداية هذا الموسم الذي نسأل المولى جل في علاه أن يجعله موسم خير.